أخبار اليوم. الهدف الأول جاء عن طريق شمس الدين سعيد مقلب دفاع فريق الجونة، هدف في مرمى في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف بعد ذلك عبد الله السعيد الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، ثم بعد ذلك بيحرز نفس اللاعب عبد الله السعيد في الدقيقة 11 الهدف الثالث لفريق الأهلي، ثم الهدف الرابع جون أنتوي في الدقيقة 18، ويضيف الهدف الخامس أيضا نفس اللاعب جون أنتوي في الدقيقة 27، ثم يأتي رمضان صبحي في الدقيقة 49 بيحرز الهدف الثالث للنادي الأهلي، ثم الظهير الأيمن للنادي الأهلي والوافد الجديد القديم أحمد فتحي في الدقيقة 52 من تسديدة بيحرز الهدف السابع. مالك إيفونا القادم من الوداد المغربي في الدقيقة 55 بيحرز الهدف الثامن، ثم محمد ناجي جدو في الدقيقة 60 بيحرز الهدف التاسع لفريق النادي الأهلي، والظهير الأيسر حسين السيد له أيضا نصيب في الدقيقة 63 بيحرز الهدف العاشر لفريق النادي الأهلي، ثم يحرز جون أنتوي الهدف الثالث له في المباراة في الدقيقة 79 والحادية عشر طبعا للنادي الأهلي، هو هدف جون أنتوي، ثم في الدقيقة 82 جون أنتوي بيحرز الهدف الرابع له والثاني عشر للنادي الأهلي، يأتي بعد ذلك الختام حسام غالي بيحرز الهدف الثالث عشر لينتهي فوز النادي الأهلي على الجونة ب13 هدفا مقابل لا شيء في أكبر نتيجة حصلت في